تواجه عوائل داعش من الأجانب في سوريا والعراق مصاعب جمة في العودة مع استمرار رفض بلدانهم لهذه المسألة، لكنه باب لا تغلقه جميع الدول الأوروبية. بلجيكا من جانبها أعلنت أنها ستستعيد أطفالاً محتجزين في مخيم الهول للاجئين في سوريا، إلى جانب بعض الأمهات، مع الفصل في كل حالة على حدة. وجاء القرار البلجيكي امتثالاً لحكم أصدرته محكمة في بروكسل في ديسمبر 2019 يلزم الحكومة بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف داعش. المعاناة التي يعيشها هؤلاء يشاركهم فيها أيضاً 20 قاصراً بلجيكياً وإحدى عشرة امرأة في مخيم روج الأصغر حجماً قرب الحدود مع العراق. أما في ألمانيا فالموقف ضبابي، فالحكومة استقبلت خلال العامين الماضيين عدداً من الأطفال ممن يحملون جنسيتها، بينما رفضت استقبال آخرين. وفي فرنسا قدرت منظمات حقوقية في ديسمبر الماضي وجود قرابة 200 طفل و100 امرأة فرنسية في المخيمات، وتتبع باريس سياسة معالجة كل حالة على حدة دون تعميم. ففي يناير الماضي استعادت 7 أطفال يحملون الجنسية الفرنسية بعدما تسلمتهم من الإدارة الذاتية. وحتى الآن أصبح العدد الإجمالي الذي استعادته فرنسا 35 طفلاً، بينما تتردد فرنسا في استعادة نحو 150 مواطناً من الرجال والنساء بغية محاكمتهم هناك. وفي فبراير الماضي حث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 57 دولة على استعادة نحو 10,000 من رعاياها على صلة بمقاتلي داعش يعيشون في مخيمات بشمال شرق سوريا في ظروف غير إنسانية دون غطاء قانوني. روان حمزة، الحدث.